ايه اللي انا شايفه ده؟ شايفه ايه؟ ايه اللي انا سامعه ده؟ بالذمه يعني انا مش عارف اشكر حضرتك ازاي، نورتنا وشرفتنا. ازيك يا دكتور؟ اتفضل يا فندم، اتفضل. انا سعيد سعاده غير طبيعيه، غير موصوفه، لا تعبر عنها اي كلمات بدون اي مجامله ولا مبالغه. بس للامانه عايز اقول حاجه على مستوى الضمير، السنة والجمهور في علاقه حميميه جامده جدا يعني. الشيخ احمد حسن لانه جاي من يعني من المنصوره ما بعد المنصوره وجي لاهس، فدخل في الاول غلط، فانا يعني معلش كل ده غلط. فانا امال الصح بتاعه ايه؟ لان يعني هو الناس اتخضت، فاحنا لمينا الموضوع. بس انا ما لاحظتش، انا كل اللي لاحظته حاجه يعني مش ممكن. الله يخليك. الكل حاجه مش ممكن. الله يخليك. اتفضل اتفضل. انا هستاذن، انا عارف انك عامل احترازات يا دكتور، بس عشان يبقى كلامنا الصوت يبقى باين بقى، مش كده؟ دكتور انتصار عبد الفتاح غني عن التعريف. الله يخليك. ده حقيقي يعني. ربنا يخليك. والفرقه او المجموعه او المشروع برضو اغنية عن التعريف. الحمد لله. احنا السنه دي 2022 يبقى لنا تقريبا 15 سنه او هنتم ال 15. من 2007 مزبوط. صح؟ مظبوط. انا يمكن من اكتر الملاحظات اللي لاحظها، لو احنا حطينا زي موحد للكل، وبعدين عشان ما يبانش مين فينا مسيحي مين فينا مسلم، فاللي اتقال دلوقتي اللي اتغنى، ولا واحد على ظهر البسيطة هيعرف يقول لي اللي بيغنوا دول مسلمين ولا مسيحيين. وبعدين لو نزلنا بيهم أي مولد من موالد الأولياء المسلمين هيقول لك بس ده ناس كلها يعني دول مسلمين. وبعدين لو جينا قلنا ترنيمة قبطي يبقى كله مسيحي، مش كده؟ صحيح. على فكرة أنت في مصر يعني والله العظيم. أنا بشكرك جدا على الملحوظة دي، ولسه أنا الحقيقة بفكر أنا ومدام سيام شريكتي ومديرة الفرقة إن إحنا هنعمل فعلا زي جديد موحد يغلب عليه اللون الأبيض، لون السلام، لأن إحنا الحقيقة بندعو لمفهوم السلام ومصرين عليه.